اهلا وسهلا بحضراتكم، واحنا بنودع عام 2015 وبنبدا عام جديد ان شاء الله عام 2016. انا من امبارح ويمكن من قبلها بحلقات، يمكن مع بدايه حتى كلام تاني، كنت دايما بقول لحضراتكم فكره صناعه الامل. لما الناس بتفكر دايما ان هي تبني وطن او تبني بلد، بتبقى مهتمه طول الوقت ان هي تفكر في الايجابيات، ولما بتبقى فيه فكره الانتقادات او فكره التساؤلات، هي بتبقى فكره تساؤلات او انتقادات للاطمئنان على ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح او في الطريق السليم. حينما يبدي البعض بعض الملاحظات، حينما يطرح البعض بعض التساؤلات، بيبقى عشان يطمئن قلبه، لان الناس تحمل كتير قوي. كان في حد بيقول لي لما بتطلعوا تقولوا للناس مين احسن شخصيه في 2015، مفروض تقولوا لنفسكم ان احسن شخصيه في 2015 هو الشعب المصري اللي قاعد صابر لغايه دلوقتي، واحنا قاعدين نجيبه يمين وشمال ونطلعه فوق وننزله تحت، ونقول له على امال ونقول له على طموحات ونقول له على لخبطه، ونقدم له انتقادات ونقدم له اعتراضات، وهو صابر ومستني الطموحات والالام والامال اللي احنا بقالنا كتير قوي بنقول له عليها. مرحبنا النهارده الحقيقه ومشرفنا في حلقتنا في كلام تاني، اللي هي تقريبا اخر حلقه لينا في عام 2015. كاتبنا الصحفي الكبير استاذ انور هواري، مساء الخير استاذ انور، كل سنه وحضرتك طيب. وبشكرك على الدعوه، لان ده اول ظهور ليك اعلامي منذ فتره طويله جدا. بلدي من اغسطس 2014. منورنا ايضا زميل عزيز والاعلامي الاستاذ احمد الطهري، اهلا وسهلا. اهلا استاذ رشا. ايضا الكاتب الصحفي والاعلامي الاستاذ محمد السوقي رشدي، اهلا وسهلا. منورنا ونورك. ايه اخبار 2015 وايه اخبار صناعه الامل في 2016؟ 2015 اعتقد ان هي سنه من السنين المهمه في عمر البلد في اخر خمس سنين. انا بتعامل مع بعد 25/2011 لحد دلوقتي ان احنا عايشين مراحل فرز مختلفة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وحتى على مستوى الاعلام، واعتقد انه غربال الفرز في 2015 تحديدا كان شرط حلو قوي عكس السنين اللي قبلها. السنين اللي قبلها كنا لسه شوية في ارتباك حتى على المستوى السياسي، في ارتباك على المستوى الاعلامي، في ارتباك حتى اجتماعيا، اللي احنا بنعيد اكتشاف نفسنا اجتماعيا من اول وجديد. احنا النهاردة عايشين في سنين او في سنة 2015 بعضنا بيتمرد على ما كنا نظنه من السابق انه تمرد. يعني النهارده محمد منير اكتر واحد كان رمز للتمرد في سنين من السنين اللي فاتت، النهارده اكتر واحد بيتعرض لانتقادات ومقالات نقديه كبيره جدا، لانه في حاله من التمرد طول الوقت. ف 2015 بالنسبه لي هي سنه من اشد السنوات اللي غربال الفرز اشتغل فيها على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاعلامي. كعاده كل السنين بعد الثوره كان فيها لخبطه كتير جدا، كان فيها ارتباك كتير جدا، كان فيها خناقات كتير جدا، لكن مشهدها الاساسي فيما خص وجهه نظري انا ان هي السنه اللي فيها فرز على كافه المستويات. ربما يكون ابرز احداثها في ال 12 شهر اللي فاتوا هي فكره انه رد الاعتبار للشارع المصري، ودي الفكره انا بحاول ادافع عنها من 2011. بمعنى انه المصريين طول الوقت كنا بنظن ان هم الشعب الساكت الخاضع الخانع، لما خد موقفه في 2011 الناس قالت ان دي طفره وهتسكت. لكن رغم تحفظات كل الناس على الاداء اللي بيحصل في الشارع، كل حدث وكل حاجه سياسيه بتحصل بتثبت لنا ان الناس في الشارع بغض النظر عن اختياراتهم هم المسؤولين عنها، هم اللي قادرين ان هم يمارسوا، مش عاوز اقول بالتزام اكتر من السياسيين او الاعلاميين. ده ظهر في الانتخابات الاخيره، ده ظهر في الانتخابات اللي قبلها، بيظهر في كل اي عمليه الناس تقف فيها قدام الصندوق، فجاه بنلاقي الناس هم الملتزمين سواء شاركوا او ما شاركوش، دي وجهه نظرهم برضو، هم الناس الملتزمين، هم شكل اشكال التعبير يعني. بالظبط، هم المهتمين، لكن ما بيلاقوش حضورهم تعبير وغيابهم تعبير. ما بيلاقوش في المقابل، ما بيلاقوش في المقابل اداء او خطوات من الاحزاب او من الاعلام تناسب خطواتهم هم او سرعتهم في التعامل مع ده. علشان كده السنه دي هي السنه اللي انا شايف ان المصريين جابوا فيها هنا من كل حاجه. هنا دي معناها حاجه من الاثنين، هنا دي اخرهم يعني، هنا اخرهم حاجه من الاثنين، انه يا اما هيبقى قدامهم حل واحد انه مش عاوزين كل ده، مش عاوزين كل السياسيين دول، مش عاوزين النخبه دي، هاتوا لنا نخبه جديده، يا اما هيبقى الصمت اللي كان قبل 24 يناير، ملناش دعوه احنا عملنا معاكم كل حاجه. لكن في النهايه هو بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع يلاقي انه هو عاوز ينتخب ويختار صح، بيطلع ما لقيش اختيارات من متعدد زي ما حصل في الانتخابات الاخيره. قول كل اللي انت عاوزه على الانتخابات الاخيره، لكن
لما الناس تقدم لها نماذج كويسة زي بعض زي ضياء الدين في دمياط، شاب صغير قد كده ما عندوش أي باور لا مالي ولا سياسي، لكن قدر ينجح لأنه كان عنده رؤية مختلفة، زي هيثم الحريري في اسكندرية، مجموعة من الناس زي أحمد بلال زميلنا الصحفي اللي ما حلفوش الحظ ونجح في الإعادة، الناس قدرت تختار دول. أحمد عيد في المبابة جاب أرقام كويسة جدا، الناس قدرت تختار دول، الناس كانت عاوزة. بس الناس بتقول إن رموز يناير سقطوا تماما في الانتخابات الأخيرة. ما أعتقدش هيثم الحريري نجح، لكن الفكرة كلها إنه هل رموز يناير قدموا أو خدوا خطوات ناحية الناس؟ هل كانوا واثقين في ثقة الناس فيهم؟ هل ما أفرزته يناير من شخصيات عامة أو شخصيات سياسية أو إعلامية خدت خطوات قدام الناس والناس قالت لأ أو آه؟ لا، رموز يناير انسحبت من المشهد أو بعضهم انسحب مشهد، اللي تقدم منهم للمشهد قدر يثبت إنه هو حقق نجاح. طيب دسوقي رأيه إن 2016 لإما هنرجع لما قبل ثورة يناير، يعني لما قبل 24 يناير اللي هو لإما هنقبل فكرة الصمت بفكرة يعني. الصمت أو نقبل بفكرة الحاكم اللي هو كان موجود، خلي بالك إن في كمان في فكرة ارتداد لدى البعض، في ناس بتتندم دلوقتي بصراحة شديدة على أيام مبارك. يعني أنا مش بتكلم بس على الحاكم كمان، أنا رأيي إن اللي في المدفع دلوقتي مش الحاكم، اللي في المدفع دلوقتي هي النخبة السياسية في مصر. النخبة السياسية. أستاذ أحمد مساء الخير يا أول. مساء الخير. شوف يعني أنا عليا أكتر في من 28 يناير 2011 إلى يومنا هذا، عليا أكتر على الدولة، على الكيان، الكيان اللي هو جغرافيا محطوط في الشمال الشرقي الأفريقي وعنده امتداد أسيوي اللي هو شبه جزيرة سيناء، بيتعرض لحالة انكشاف استراتيجي كاملة بقاله 4 سنين. انكشاف استراتيجي يعني ايه؟ يعني انت عندك مصدر خطر في كل حدودك. عندك في الشمال ساحة البحر المتوسط 995 كيلو تقريبا، الناتو تقريبا موجود متاخم لمياهك الإقليمية. عندك حدود كارثية في الغرب 1115 كيلو مع بلد خرجت من التاريخ والجغرافيا، بقت مرتع للإرهاب ومرتع للسلاح. عندك في الجنوب حدود مزعجة مع السودان، حوالي بتتكلمي في 1280 كيلو، وفي الشرق 265 كيلو مع الأرض المحتلة سواء قطاع غزة أو مع دولة الاحتلال، غير ساحل البحر الأحمر اللي بيتعرض هو كمان تهديدات الأمن القومي لمصر. أنا عيني على الحدوتة دي من يوم 28 يناير 2011 إلى يومنا هذا. بناء عليه اللي بشوف في 2015 إننا اتقلنا من مرحلة الخوف على الكيان، الخوف على انهيار الدولة، لمرحلة دولة تواجه تحديات. علشان نبقى واقعين مع أنفسنا، الزمن اللي كان متوقع لحاجة زي دي من اليوم اللي انت شفت فيها الدولة دي بترقى على رجليها وأقسامها بتتحرق وأمنها مروع، و 28 يناير يعني مصر كلها فاكراه كويس خلاص، الزمن اللي كان متوقع حوالي 15 سنة عشان ترجع تاني دولة بتواجه تحديات. احنا اتنقلنا للمرحلة دي سريعا. هيقابلنا فكرة ايه؟ استعادة الدولة. استعادة الدولة. واحنا مش بس بنواجه ده ومعانا محيط اقليمي مرتاح. لا. يعني انت بتتكلمي النهاردة في اقليم في مهب الريح زي ما بيقولوا. نماذج اقليمية غريبة علينا النهاردة. احنا بنسمع عن دولة بتسرق يعني منسقة مع جماعة إرهابية بتسرق بترول من دولة، يعني نماذج إقليمية حتى غريبة. انت بتتكلم عن تركيا مش كده؟ طبعا. واقع إقليمي هيبدأ من أول يناير لما إيران تبدأ تصدر النفط بتاعها وسعر برميل البترول يبدأ ينزل، وتأثير ده إيه على منطقة الخليج اللي هي بتمثل لك عمق استراتيجي سواء من ناحية البعد الإقليمي ليكي في منطقة الخليج أو كمان منطقة النفوذ ومنطقة الثروة. خلاص كل دي تحديات بتواجه البلد. خلينا نرجع بقى من الصورة العامة دي للمعايشة اليومية. تقديري 2016 لازم المشهد هيتغير تماما، مش بمزاجنا، بمزاج الناس. انت عرضتي تقارير قيمة جدا على 2016، ما افتكرش ان التقرير اللي انت عرضتيه بالنسبة للإعلام ده قابل للاستمرار في 2016. هي صناعة
صناعة قايمة على معادلات سوق عرض وطلب. ما افتكرش ان هيبقى في طلب على هذا النوع. ده واحد. الحاجة التانية، عايز ارجع لسؤالك للأستاذ محمد بخصوص ان رموز يناير ما وفقوش في الانتخابات البرلمانية. يناير بلا رموز، عشان نبقى حاطينها واضحة وصريحة. ومن قدموا أنفسهم على إن هم رموز ليناير هم سبب مسبة يناير في الشارع بمختلف أجيالهم بمختلف مواقعهم، سواء كانوا نشطة سواء كانوا يعني كبيرهم حتى محمد البرادعي، كلهم كانوا حمل على يناير وسبب مسبة يناير في الشارع. انا مش عايز اتطرق لعمليه الانتخابات كتير، لان في الاخر دي اختيارات الناس ويجب ان تحترم، وهنشوف الاداء في الاخر عامل ازاي. لكن في تصويت، لا كان في بعض الدوائر كان في تصويت عقابي ليناير واضحه، دايره الدقي والعجوزه تحديدا واللي حصلت على كل الاهتمام الاعلامي كان في تصويت عقابي ليناير. أو هم عجبوا نفسهم بفكرة المقاطعة، يعني فكرة إن أنا مش هشارك ده في الأساس يعني. ما هو في ما في بس ما كانش في عملية تشويه منظمة لبعض، مش هقول رموز لو أنت مش عايز تقولها رموز. بصي ولا لا يناير ليها رموز، لا يناير ليها رموز ولا يونيو ليها رموز، والبلد دي لو في حد فيها ليه فضل عليها فهم أهلها إن شاء الله، أهلها اللي نزلوا يحموها في الأساس وجيشها. لا بس انت عندك الحاز ليهم غير كده ما حدش ليه فضل عن البلد. عندك عملية برضو يعني تشويه منظمة تمت لبعض الشخصيات المحسوبة على يناير بشكل منظم وواضح وغير أخلاقي، يعني تتفق أو حتى في فكرة الإضرار بحاجة أنا وإنت كلنا نعرفها، أستاذ أنور وأستاذنا في هذه المسألة، حرمة الحياة الخاصة والاتهامات والتخوين والعمالة كانت مباحة على الجميع دون أي طبعًا. أنت لط يعني أنا منفعش أقول عند سوقي أطلع طبعًا في البرنامج أتهمه بهذا الأمر. شوفي بس خلق ده كان في الآخر نتاج إيه؟ فوضى مجتمعية خلاص. في بعض الاوقات الناس دي كانت هم اللي فرحانين بيها. طيب خلينا نروح للاستاذ انور، انا حبيت ان هو يستمع الينا كده عشان يبقى عنده رؤيه عامه. على فكره انا مبسوط وانا اشوف استاذ انور. واحنا كمان شوفي انا فرحت لما حضرتك كلمتيني وقلت لي ان حبايبي دول جايين جيت اسمعهم، واحنا سعداء جدا حبيبي. الله يخليك. فحبيبي محمد قال كلمه جميله وعميقه، قال ان الاوضاع ممكن تقول إلى ما قبل 25 يناير أو إلى حالة من الصمت، وإن مشكلة البلد في نخبتها أو في مجتمعها السياسي أو في من يتصدرون المشهد العام، وأنا موافق الحياة عليه. الفكرة الثانية تقريبا بتاعت حبيبي أحمد إن مصر في هذه اللحظة الدولة عليها أعباء وعليها تحديات غير مسبوقة، سواء كان على الحدود الغربية وعلى الحدود الجنوبية وعلى الحدود الشرقية، فالفكرتين الحقيقة إسهمهم الاثنين الحقيقة. لكن لو احنا بنتكلم على كل سنة وانتم طيبين 15 و16 وبنهني المصريين فعلا بسنة جديدة ومتفائلين ان احنا نقدر نعمل حاجات كثير، انا لو حبايبي سمحوا لي وحضرتك سمحتي لي هنشط الحوار هنعنيشه بحاجتين بس. الحاجة الاولى حرى بعض فقرات من الدستور، لانه برضو اللي خلاني رجعت جبته صديق عظيم سفير مصري سابق كلمني قال لي سمعت الاستاذ هيك، او انا الحقيقه اتصلت اطمئن عليه السفير محمد عاصم، لان هو عنده بر والدين في يوم الجمعه ده بروح يزور والده فكلمتوش بقى قلت اكلمه قبل ما انزل. فقال لي انت سمعت الاستاذ هيك؟ قلت له لا. حديث الاستاذ هيك فقال لي لهم ما كنتش الحقيقه عندي حظ اشوفه، فقريته النص الكلام والحقيقة كلام جدير بالاحترام، ممكن نختلف مع بعض لكن هي كان جدير بأن يسمع يعني وأن يؤخذ في موضع التقدير يعني. فقلت هو طبعا كلام عام، أيضا هو كلام قريب من كلام أستاذ محمد رشدي أنه في حالة يعني في تحدي ولازم نطرح رؤية وما ينفعش اللي كنا ماشيين به قبل كده يمشي، يعني لازم في خريطة طريق لازم في إلى آخره. فاللي أنا عايز أقوله حاجة واحدة، بعد فعلا كل سنة والمصريين كلهم طيبين ونتمنى فعلا أن نور الله تشرق فعلا على هذا البلد ضميرا وعقلا وروحا وإنسانا، وأنا هقول لحضرتك حاجات بسيطة كده أحيانا بتؤلم. أنا بركب ميكروباص وتاكسي حسب الظروف المالية وحسب ما ألاقي، فروحت البارحة القاهرة في تاكسي
فأنا نازل قعد الراجل يدعي لي كتير جدا لدرجة أنا استغربت، فكنت قال لي وكان النص كده إنه كل يوم في صلاة الفجر هدعي لك طول العمر، وأنا الحقيقة نفسي أعرف ليه. فقطع قلبي، قال اللي بيسيب لي جنيه بدعي له. ورحت نازل والله حتى ما عرفتش أبص في وشه، قلت له ربنا يوفقك ويحفظك وبالسلامة ويومك طيب. وأنا جاي ركبت ميكروباص، والميكروباص لو أخدتي كرسيين اللي جنبه قدام تدفعي 7 جنيه. عشان ترجع من القاهره ل 6 اكتوبر. فقلت له بس انا عايز يركبني في عربيه، قلت له بس انا عايز كرسي. قال لي هتستنى، قلت له على مهلك. فمجرد ان انا قلت له على مهلك دي اتبسط جدا، وقال لي والله انك صبح زبون سامح، انا من زمان ما شفت الزبون سامح من زمان. المهم وركبنا مع المصريين، السواق التاكسي كان فرحان بفرح وبيدعي لحد يسيب له جنيه. وفي الميكروباص ياما حضرت خلافات على نص جنيه، يعني على نص جنيه فعلا. يا هي بتبقى بثلاثة ونص باين من عند حته، ولو ركبت مش عارفه عند هايبر تبقى بقد ايه، ومن ميدان لبنان قصص كده. فهو ده دي الصوره تحت، يعني دي الصوره تحت ناسنا العاديين. طب انا هقول لك على حاجه، علبه الزبادي ب 175 قرش اللي هي لو اكلتها بمعلقه كبيره هتاخد معلقه وتدوري على الثانيه ما هتلاقيش حاجه تاخديها تغري فيها. فدي ناسنا تحت، وناسنا تحت ما هماش احنا، يعني لا هم الاستاذ هيكل ولا هم الاستاذ محمد رشدي ولا هم الاستاذ احمد ولا هم انور ولا هم رشا، هم لهم. فبعضهم حاسس ان في انجاز انه مجرد اصبح يجد رغيف عيش ويقول لي ده يتاكل بقشطه، فمنظومه الخبز يبدو انها نجحت. طبعا صحيح، يقول لك بجد رغيف عيش ويقول لك ده فطير. ففي ناس خلاص هو حلمه وطموحه في الحياه انه يجد رغيف عيش وخلاص، هو ده ان الكهرباء ما تتقطعش، ولا خلاص واحد لان الكهرباء عادش بتتقطع. واحد كان يخاف وهو مروح يثبت على الطريق وتتاخد منه العربيه، ما عادش حد بيثبت على الطريق. فهو شايف ان ده انجاز وانه تم. لكن لما السيد رئيس الجمهوريه نفسه يخطب ويبدا يطرح فكره البقاء وعدم البقاء والنزول وعدم النزول، ومن قبل ما تنزل يبقى في حاجه، يعني يبقى في حاجه. في ناس راضيه برغيف العيش، وفي ناس راضيه بالكهرباء، وفي ناس راضيه بالامن، لكن يبقى في حاجه. وما استاذ محمد رشدي النهارده يقدم الشرح العميق ده، ان ممكن تقول الاوضاع اما اللي قبل 25 او يلزم الناس الصمت الجميل، وان النخبه ادائها غير مرضي، يبقى في حاجه، يبقى عندنا في حاجه نقدر. هل من الصعب ان احنا نتناولها؟ لا، انا بقول ما فيش حاجه في الدنيا صعب. لكن وكنت اتمنى، ما اعرفش احمد بيقول ان هي كان لسه هيطرح حاجات ثانيه. لسه مكملين شويه، يا ريت يا ريت يتحول العمل. لكن انا في وجهه نظري احنا محتاجين نرجع لبعض حاجات، يعني كيف يمكن لاي بلد ان يعبر من حال الى حال؟ لابد من افكار، لابد من مراكب، لابد من قياده، لابد من همه، لابد من خريطه نعرف احنا راكبين ورايحين فين، لابد من سائق، لابد من وقود، لابد من طريق ممهد. ما هو العبور مش تمنيات، يعني كيف نعبر من وضع الى وضع؟ عايزه مجهود. انا ده كنت بتناقش انا وحضرتك فيه في التليفون واحنا بنتفق على الحلقه، يعني كنا بنقول ان حتى حينما يختلف البعض مع الرئيس ويقف معه في نفس الارضيه الوطنيه التي يقف فيها الرئيس. في انا استاذنكم في حاجه، انا مشكلتي دلوقتي، انا مشكلتي الحقيقيه دلوقتي او رعب الحقيقي دلوقتي، حط الدوله على جنب انه الدوله مكمله مع الناس شويه، انا رعب الحقيقي في تعامل الناس اللي في الشارع مع النخبه السياسيه اللي بتطرح لها دلوقتي وجهات نظرها. وهو ده اللي مخوفني، هو ده يعني الناس هتكمل مع الدولة، والناس ممكن ترجع زي يعني في كلامي عن حكاية 24 يناير ترجع لفكرة انه خلاص انتوا هتوجعوا قلبنا ليه، سيبوا الدولة تمشي وتسوق طالما حدش بيقدم حاجة، لانه المشهد اللي احنا بنشوفه دلوقتي في البرلمان في ناس كتير هتقول لك سيبوا الراجل يشتغل سيبوه في حاله بقى. فانا خايف من ده، لان انا بقتل هنا فكرة المشاركة. لما انا المشهد بتاع البرلمان، لو حضرتك نزلت حتى بعيد عن رغيف العيش، لو حضرتك نزلت دلوقتي الشارع والناس شايفة الناس بتخانق مع بعض بالشكل ده، الناس اللي كانوا واقفين مرة صف واحد وبيتكلموا ان احنا 30 يونيو واحدة واحدة، او السياسيين بيتكلموا حتة واحدة ايد واحدة، دلوقتي بيخونوا في بعض وبيشتموا في بعض، اللي كانوا في يوم مجتمعين على تخوين فلان الفلاني، دلوقتي هما بيستخدموا نفس المنهج اللي انت كنت بتتكلم عنه في تشويه بعض الناس، بيستخدموه مع بعض. ده هيخلق حاله كفر اصلا بالممارسه السياسيه والمشاركه السياسيه.
مسألة التحالف بتاع اللي كانوا مع بعض في حب مصر وجاوا يشكلوا مع بعض ائتلاف جوه البرلمان. اللي هيحصل الناس قالك مش دول اللي كانوا قاعدين مع بعض، ده قبل ما يبدأوا جلسات البرلمان شوف خناقاتهم مع بعض كان شكلها ايه. ففكرة الكفر اللي انا اسفة استخدم هذا التعبير، الكفر بالنخبة، وعلى فكرة يا استاذ انور حاج استاذنا دائما ما تقال هذه العبارة، ده بقى كلام نخبة سيبكم منه. طيب. لا ده لا يودي ولا يجيب. ماشي انا عايز اقول حاجة بس. اتفضل. لما جاء نابليون جاء بعد ثورة، فكان وظيفته يهندس المجتمع الفرنسي نحو شيء من الاستقرار، فعاد حتى تخطيط باريس، دي كانت مدينة قرون وسطى، بحيث يستطيع أن يصل لأي مكان في احتجاج، يستطيع أن يصل لأي، تستطيع أن الدولة تبسط سلطانها على المجتمع. هو صحيح تجاوز بعد كده، كان يقول لك لا تستطيع أن تكون حاكم إلا أن تكون في عقل كل مواطن، يعني فكرة الحاكم المهيمن، لكن عمل يعني نقل فكرة يصنع استقرار. يقول لما جاء وجد مجتمع استسلم، دولة استسلمت والاستسلام بتاعه ده كان قائد عظيم فإدى أمل. إحنا دلوقتي محتاجين نعمل الاثنين، ندي استقرار وندي أمل، نقول للناس إن إحنا رايحين لبكرة، إن إحنا رايحين لما هو أفضل. النخبة أنا معك على كل عيوبها، لكن في النهاية الدولة ذات سلطان وتستطيع إعادة هندسة الفضاء العام بأريحية، تستطيع أن تسحب الدولة لو أرادت الكثير من الوجوه المسيئة والألسنة المسيئة والعادات المسيئة والممارسات المسيئة، تستطيع بقرار وفي 24 ساعة. لكن مش هنتكلم في دي، أنا هتكلم في حاجتين. الحاجة الأولى إحنا بنتكلم على بكرة، أنا هرجع للدستور، والدستور المصري احنا حطيناه وفوجئت نسيناه الحقيقه، لدرجه قاومت شويه، فكنت لما اروح في الفضائيات وكده اخذه معايا، لما الحقيقه لقيت المساله كده انسحبت وقعدت في البيت، قلت اجي النهارده مع محمد ومع احمد يمكن ايه يلهموني ويدوني كده احساس بان في يعني، فقلت طلع الدستور فجبته اهو. فانا والله فعلا بحب الحاجات دي، يعني انا بحب ان احنا فعلا يكون عندنا قوه اندفاع عن ولا يعجزنا شيء، وانا مؤمن ان الانسان يستطيع ان يولد كل لحظة من جديد، وأن كل أمة تستطيع أن تولد كل لحظة من جديد، وأن الإنسان إذا قرر وواتته الإرادة يستطيع أن ينفض عن نفسه الماضي وأن يؤسس لمستقبل فعلا نستطيع فعلا وأن نتعلم الجديد وأن يعني نقدر فعلا نقدر ثم نقدر. فلقيت الحياة مكتوبة فقلت ارتاح وشكرا فعلا، وعايزين لو نرد الاعتبار لحاجات كثيرة نرد الاعتبار للدستور ولمن كتبوه، الصياغة رائعة وجميلة. فبقول لك نحن نؤمن، إحنا المصريين بقى نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا. نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده. نحن نؤمن بالديمقراطية طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة إلى آخره. نحن الآن نكتب دستورا يجسد حلم الأجيال، وبمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. نكتب دستورا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح، وأنا فلاح ابن فلاحين، نكتب دستورا إلى آخره. الحقيقة الدستور فيه بابين، العبارات يا أستاذ أنور مؤثرة جدا، وإحنا لاحظنا في وليس كتبناه لغة إنشائية كتبناه يعني كتبناه في لحظة كنا نستبطن ونستبصر حلما كبيرا الحقيقة، لأنه إحنا لازم نرجع مجتمع. يعني من ضمن الحاجات اللي قالها محمد رشدي قال الفرز، لكن هو الفرز في بعض الحالات يا محمد وصل لاستقطاب وعايزين نحله ده على المستوى السياسي. ما يرجع الحوار تاني الشباب يبدأ وأنا أختم معهم، عايزين نحلها على المستوى السياسي استقطاب والله على المستوى اللي هقول لحضرتك الناس اللي الناس اللي قاعدين في البيوت أعتقد هم قادرين يفرزوا. لا 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 أنا عندي جيران، المسألة بقت حادة جدا. لا أنا عندي جيران يا محمد بثق في الناس جدا حبيبي يا محمد، أنا عندي جيران بيسلموا علي بحالة خجل أو انكسار، لأنه هم عارفين أن أنا سكة سياسية مختلفة وهم سكة سياسية. لا في حاجة في شر، أنا مستغرب أنك مبلغتش عنهم يا أستاذ في شر
انا لو زملكاوي كنت بلغت على طول. ازاي سايبه؟ في شرخ في المجتمع، في شرخ، في حاجات. لا هو مش شرخ يا استاذ، انا مختلف في الحته دي. اتفضل. ففي حاجات عايزه تعالج. فانا غير المقدمه، انا عندي الباب الثالث في الدستور، وعندي الحقيقه الباب الرابع اللي هو باب الحقوق والحريات والواجبات العامه. ما اقول لك الكرامه حق لكل انسان، التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمه لا تسقط بالتقادم. ما اقول لك المواطنون لدى القانون سواء. لا، والتعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه. ما اقول لك الحريه الشخصيه حق طبيعي، يعني لا يمنح ولا يمنع، مش مكتسب ولا ينتهك، وهي مصونه لا تمس. مكلمة. ولا يعتذر عنه. بس ولا ينبغي أن تكون الدولة على الحياد دي. مش مواطنين مع بعض يعروا بعض وبعدين يصطلحوا مع بعض. إلى كل من يقبض. لاحظ إن كلامك جارح. لاحظ إن رسالة وصلت. كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته. لا لا، حريته. أستاذ أنور ذكي جدا، قال لك إيه؟ أنا مش هقول أي حاجة. أيوة. أنا هجيب لهم الدستور وأرقص. حضرتك أنا هترجم على طول. كل من يقبض عليه. عشان يقول لك إيه؟ أنور هوري مقاش، قول لهم الدستور. كل من يقبض عليه. كم 23 مليون بلد راح أقول صح؟ بتغيير أو بتعديل الدستور هي عيني صعبان عليها إنها فيها مكتوبة حلوة. كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته. إلى آخره. للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية إلى آخره، والمكالمات التليفونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلى آخره، وسريتها مكفولة. المادة كذا. للمنازل حرمة وهي مثل حرمة الكعبة أو هي أشد. للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر، يعني لو في بيت بتحرق للسلطات العامة تدخل تطفيه، لو أنا استغست للسلطات العامة أن تدخل. لكن ما فيش خطر في البيت، ما هوش بيتحرق وما عملتش استغاثة، فليس للسلطات العامة أن تدخل. يعني لو حد قبضوا عليه ما يروحوش يجيبوه من السرير بتاعه ويجيبوا البندقية اللي كانت جوه. حرية الصحافة والطباعة إلى آخره. حرية الصحافة والطباعة والنشر والورق إلى آخره. لكن بصراحة ترجم يا محمد. رشا قامت بالدور في المطبخ. حد هناك بيقول لك شيلوا الصفحه دي. لا يجوز. المهم الباب الحقيقه فعلا هذا الدستور عظيم، باب اللي هو باب سياده القانون. اللغه السياسيه سياده القانون. سياده القانون اساس الحكم في الدوله، وتخضع الدوله للقانون. وتخضع الدوله للقانون. واستقلال القضاء وحصانته. معلش ممكن اقول حاجه يا استاذ انور؟ وتخضع الدوله فاعل يا استاذ انور. تخضع الدوله للقانون. فاعل. الدوله فاعل. والفاعل يفعل. فعل الخضوع. لا، يمارس فعل الخضوع. الترجمه اتطورت. الترجمه اتطورت دلوقتي خالص، مش حرفيه. العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون. التقاضي حق مصون ومكفول للكافه، وتلتزم الدولة إلى آخره بتقريب جهاد حق الدفاع أصالة أو كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. إلى آخره. الحقيقة اللي عايز أقوله دي الأولى، انه احنا قادرون عندنا مرجعيه. ما هو البلد كلنا اختلفنا مع بعض 2015 دي، لكن الى ما كنا نحتكم، الى ما كنا نرجع، بنرجع لايه؟ بنحتكم لايه؟ والدستور قبل ما يكون نص يلزم الدوله ولا يلزم مجلس الدوله ولا دستوري ولا غير دستوري، هو الحقيقه هو خلاصه ما اهتدت اليه الانسانيه المتحضره من علاقه بين الناس والناس. صحيح. حاكمين ومحكومين ومعارضه، حد يعني شويه فضائل اهتدت إليها الإنسانية، هي جاءت من الأديان وجاءت من الثقافات ومن الحكماء، من القيم والأعراف والعادات. نحترم خلاص كل ما اللي بتتويه الهدوم بنستره خلاص، وكل ما بتتويه الحيط بنستره، وكل ما يهين كرامة الإنسان. ما هو الإنسان بيبان بوشه، بيبان الفقر يهين كرامة الإنسان. لا يجد الفقير علاجا. كل أمراض مصر هي أمراض لا يقدر عليها إلا أغنياء.
الكبد لا يقدر عليه الا اغنياء، السرطانات المنتشره لا يقدر عليه. طب اسمح لنا استاذ انور، يعني حتى مش الطبقه الوسطى بس النقاط دي مهمه جدا، وهنعقب على كل هذه النقاط، وفتحت لنا ابواب للنقاش مهمه جدا، بس اسمحوا لنا برضو الجمهور لابد ان يشارك، لان احنا يعني لا نختزل، يعني اسمح لنا حضرتك الحكمه وحدنا او الراي وحدنا. معنا بعض الاتصالات الهاتفيه. استاذ محمد من الجيزه، مساء الخير يا استاذ محمد. استاذ محمد، الو. طيب معنا استاذه اميمه، استاذه اميمه من المنيا، اتفضلي يا استاذه اميمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذه رشا؟ اهلا وسهلا يا فندم. سلامي لحضرتك والافكار، مش يعني مش هقول للاستاذ محمد والاستاذ احمد والاستاذ انور، هقول للافكار اللي معاكي. الله يخليك يا فندم. الله يسلمك. بس عايزه حضرتك بس نقاط، ويتشرفني يردوا عليا الاساتذه. اتفضل. اولا الدستور يا استاذ انور هو الاهم من طرحه، اهم تفعيله، حتى كدستور كالقران الكريم مثلا او الانجيل او التوراه، ما هي دساتير من السماء، بس الاهم ان تفعيلها، يعني العمل بما فيها، مش هو اكتر مثلا الدستور اني احفظه انا كمواطنه او القران كاحفظه كمسلمه، الاهم ان انا انفذه. دي نمرة واحد، نقطة الواحد نفسي يعني يترد عليا، يشرفني يترد عليا فيها. معايا يا استاذة رشا؟ اي فندم، سامع حضرتك. استاذ انور كمان سامع. نمرة اتنين حضرتك، يعني الاهم من العدالة الاجتماعية الكرامة الاجتماعية، هو اصلا لفظ العدالة الاجتماعية فضفاض، لان لفظ العدالة الاجتماعية اصلا هو انا لو عملت عدالة اجتماعية، العدالة الاجتماعية ممكن تكون خطأ في ايه؟ اني انا ما اقدرش احصل عليها، لان ممكن الشواذ او وقلتها قبل كده يطالبوا بعدالة اجتماعية، هو اللي اهم من العدالة الاجتماعية الكرامة الاجتماعية. نمرة ثلاثة حضرتك، انا لما انا حلمي بقى مش رغيف عيش، انا حلمي يكون التعليم الحكومي، انا كموجهة او كبشتغل في التعليم، ان التعليم الحكومي ينافس التعليم الخاص، وان التعليم الخاص يكون شريك حقيقي للتعليم الحكومي، مش اني اروح مدرسه كتوجيه الاقي الاطفال في المدرسه الخاصه غير المدرسه الحكوميه، الاقي الاطفال لغايه دلوقتي واحنا في نهايه العام بيروحوا المدارس ودولك قاعدينهم المدرسين، اقول لهم قاعدين ليه؟ يقولوا الاطفال نفسهم بسالهم قرايبي بيقولوا المدرسين قعدونا. ما دي مصيبه كارثه، ده مش حلم رغيف العيش، مش حلم على فكره. الحلم الحقيقي تعليم حقيقي، تعليم عالمي، تعليم انافس به العالميه، وصحه طبعا، واي دوله من غير تعليم او صحه اعرفي انها لا دوله. نمره اربعه حضرتك، انا لما اجي انا مثلا معترضه على شيء، انا ايوه معترضه، انا مش معترضه، انا ممكن اكون معترضه مع لاني احب الناس الي من اهدى عيوبي الي، مش معناها ان انا اقول لرئيسي في العمل او رئيسي في الدوله الاكشنز بتاعتك خطا، معناها ان انا بكرهه، ده انا ممكن اكون بحبه عشان كده بنقده، بس انا من لب النقد ان اقدم الحلول اصلا. وشكرا. شكرا يا استاذه اميمه. معانا مين يا جماعه؟ هناخد تليفونات ونعلق على كل. معانا مين؟ مين يا جماعه؟ استاذ سيد من القلوبيه، اتفضل يا استاذ سيد. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيبه والجماعه اللي مع حضرتك كلهم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. كنت عايز اتكلم في حاجه بسيطه كده، في عندي حل حلو يهدي الدنيا كلها، حاجات بسيطه كده ممكن اقولها للاساتذه، الاستاذ انور والاستاذ اللي معاه والاستاذ الثالث مش عارف اسمه صراحه. اتفضل. اتفضل. التغييرات بتاع المحافظين والوزارات وكده، ليه ما نعملش منظومة يا فندم أساسها مبني على حاجتين، أعلى كفاءة وأقل سن، أعلى كفاءة وأقل سن، نجيب من كل وزارة أعلى 20 واحد مثلا في الوزارة في الكفاءة والسن في جميع وزارات الدولة، ونعمل قرعة بينهم، والقرعة هي اللي تختار، وممكن نمشي الموضوع ده في جميع في أي حاجة تخص الدولة، وزارة الشباب، وزارة التربية والتعليم، في أعلى من كده كمان، يعني لو عاوزين نقول في أعلى من كده، بلدنا يا جماعة اللي فيها دي دلوقتي عبارة عن صراع أجيال، مش موضوع ثورات، ولا صراع أجيال يا فندم، بس لازم نوصفه صح، والأستاذ طيب. اللي معاك الأستاذ أنور والجماعة أقدر إن هم يصيغوا الفكرة دي بحاجة شيك كده صغيرة أو حاجة حلوة الناس تستوعبها.
طيب انا بشكر حضرتك. ناخد استاذه اميره من الشرقيه. اتفضلي يا استاذه اميره. استاذه اميره الو. ايوه يا استاذه اميره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم. معلش بالنسبه للحلقه طبعا انا طموحاتي ل 2016 انها تبقى اكثر سلام من 2015 و 2014 و 2013. وبالنسبه لحركه المحافظين اللي حصلت النهارده او اقاله المحافظ رضا عبد السلام, احنا كهنا في الشرقيه عمرنا ما شفنا محافظ شغال زي دكتور رضا. تمشي حضرتك على طريق فاقوس تلاقيه ماشي في الطريق وبيتابع, بينزل الوحدات الصحيه, بيلف على المدارس. حضرتك هو وحش في نظر الناس لان هو شغال عشان بيحارب الفساد فهو دلوقتي وحش, انما بصراحه احنا كشرقوه هنا عمرنا ما شفنا محافظ ولا سمعنا عن محافظ للشرقيه بيشتغل زي الدكتور ده. ده رايك يا استاذه امير. انا بشكرك على المداخله لكن انا مش عارفه الحقيقه. يعني هو حتى بيتقال لما حد بيعمل مداخله يقول لك ثم في فريق قال له روح اقف فين وايد مين ووقف فريق تاني اقف فين. مشكله عايز تعالى يا سويا خليك تعالى. عندي بس تعليق في موضوع محافظ الشرقيه ده, علشان حاسس انه احنا تحديدا مع بعض الشخصيات بيتم خداعنا بسهوله كلنا. طب خليك تعلق عليها بجوله سوشيال ميديا. ناخد مداخلات سريعه وهنعلق على كل حاجه. معانا مين يا جماعه؟ استاذ سيد من جنوب سيناء اتفضل يا استاذ سيد. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك الكريم وعلى كل المشاهدين بتوع سعادتك. اهلا وسهلا. دلوقتي انا بسال بس حاجه, يعني انا عارف ان كل محافظه احنا عندنا 27 محافظه. ب 27 محافظ موجودين فيها. ده طرح جميل جدا ان احنا يبقى عندنا محافظين لو خصصوا كل اسبوع ساعه واحده لكل المواطنين, مثلا تعمل في استاد, تعمل في اي حاجه, وتتعرض وجهات النظر بتاعت الشباب. يعني انا مثلا عندي رؤيه بس مش عارف اوصلها ازاي. يعني انا عندي مثلا احنا مصر فيها 90 مليون مواطن. 90 مليون مواطن دول انا ما عنديش داتا بيس لكل الناس دي موجوده. يعني في مشروع ممكن يخلي مصر ما ياخدش وقت كبير ان هي تطلع لفوق. يعني اول حاجه انا لازم احصر كل مواطن عنده ايه ومحتاجاته ايه. وبالنسبه مثلا حاجه زي التعليم, التعليم انا ممكن اعمله ارفع نسبه دفع الفلوس. يعني مش لازم تبقى اللي هي مجانيه مجانيه. في ناس تقدر تدفع تدفع. الدولة تقدر تدي الناس تدخل لها النظام زي فيزا تدخل الحسابات بتاعتها عليها. ده مشكلة. يعني كل حاجة ليها حل. موضوع الأراضي الزراعية برضو نفس النظام. يعني أنا أنت شايف إن المفتاح إن يبقى فيه معلومات متاحة عن كل حاجة خاصة بالمواطنين في الدولة يعني؟ يعني لا, يعني هو في رؤى ممكن تتعمل بس دي عايزة محتاجة مستشارين تدرس الكلام ده كله. يعني الكلام ده طيب. كله المفروض يدرس. يعني خطوه تتعمل عرضيه, يعني بحيث ان كل القطاعات تطلع لفوق مش تنزل لتحت. او طيب يعني انا عندي تليفونات كتيره. انا بعتذر للساده المشاهدين, عارفه ان في ناس كتير عايزه تشارك, بس انا معاكم ان احنا هنواصل. يعني هناخد بعض الاتصالات. يعني ناخد استاذ احمد من الشرقيه. اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. معاك احمد فايز من الشرقيه. اهلا يا استاذ احمد. انا والله بس عندي تساؤل بخصوص حركه المحافظين اللي حصلت وقرار الوزير احمد زكي بدر بخصوص اقاله محافظ الشرقيه. يعني احنا لحد امتى هنفضل الدوله بتسكت على قرارات الوزراء الغير مدروسه؟ يعني انا بقول لاحمد زكي بدر, يعني بصراحه انت لو بتحبيت تعمل دعوه للناس تنزل يوم 25 يناير مش هتعمل قرار احسن من اللي انت عملته النهارده, انك تقيل محافظ شغال وراجل شعب شرقية كله حبه في فترة أقل من سنة, راجل بيشتغل ما بيقعدش في مكتبه, راجل بيدي وقته كله للشارع, راجل فعلا الشرقية ما جابتش زيه. أنا شرقاوي. أستاذ أنور هواري أهو شرقاوي. مرحبا يا أستاذ أنور. الله يخليك. لا فعلا فعلا قرار غير مدروس ويحاسب عليه السيد الوزير المسؤول. الفكرة وصلت يا أستاذ أحمد. وأنا معلش في حاجة أخيرة بس. اتفضل. أنا بطالب نواب الشرقية, نواب الشرقية لو في نواب في الشرقية فعلا خايفين على الشرقية, فأول طلب إحاطة لاستقبال السيد الوزير أحمد زكي بدر إزاي القرار ده اتخذ؟
انا بشكرك يا فندم، وده اللي انا قلته على فكره النهارده في مقدمه الحلقه، ان ما بتقالش ايه اسم ما هو الطريقه اللي اتدارت بيها المساله ما كانتش باينه ان هي حركه محافظين، كان يمكن قطع المساله بمساله الاعلان ان ده حركه محافظين ستشمل 10 او 12 محافظ. وان انا مش عاجبني اولا فكره انه بعض الناس تدخل تتكلم باسم مثلا شعب الشرقيه، انا مش عايش في الشرقيه اولا رغم اني بزور الشرقيه كتير جدا، لكن انا في حاجتين حصلوا بين قدامي وفي الصحافه وطول وقت بقالنا سنه بتنشر حاجات كتير جدا عن تجاوزات للمحافظ، بتنشر مشاكل كتير جدا عن تجاوزات المحافظ، اتهامات من ناس تانية للحاجات اللي بعملها المحافظ، لكن في موقفين انا لو المحافظ ده هيقلب الشرقيه دي لباريس انا مش عاوزه. لما يكون اول اسبوع لمحافظ الشرقيه انه يدخل مكتب وفي ثلاث موظرات في المكتب ويقرر ينهي انتدابهم ويمشيهم وجارات تساله ايه السر فيقول لهم معلش انا سن صغير وما ينفعش موجود معاه وظيفه المكتب وما نافاش هذا الكلام واكده بعد كده. لما جورنال التحرير الاسبوع اللي فات على طول في اول في المشكله بتاعه المدرسه يخش يقول لها هضرب بالجزمه فيكلموه زميلنا في التحرير كلمه وكان محرر حقيقه خبيث جدا كلمه يا فندم بيتقال كذا كذا انت راضي فيرد بقسوه اكتر وكانه بياكد اللي بيقوله لو ده هيصلح لي حال مدرسه الشرقيه مش عاوز انا ده. لما يتنشر له تصريح قبل كده انه حد عاوز كشك فاقول له انت شعب متسول ده مش هو ده. ما هو الاهانه لا يجب ابدا ان يتم اقترانها بانه بيشتغل. خلاص نجيب بقى كلنا ناس محافظ عاوز يضرب حد بالجزمه بس بيشتغل، نجيب حد بيهين الستات وعاوز يشتغل. الافكار يعني الفكره نفسها اكبر بكتير جدا من انجاز على الارض دسوقي لهذه الاسباب. انا بغض النظر عن كل هذه الاسباب بص انا معاكي في اللي انت قلتيه. لا انا معاكي حاجة. انا شخصيا انا كنت بتمنى من اليوم اللي قال فيه هذه الكلمه بعد ما نقل الموظفات الثلاثه انه ما يكونش موجود تاني ابدا. كنت بتمنى من اليوم اللي قال هضربه بالجزمه ما يكونش موجود تاني ابدا. كنت بتمنى من يوم اللي هو داخل فيه مركز دروس خصوصيه في النهايه اللي كان موجود مركز دروس خصوصيه ده معلم ودروس خصوصيه موجوده يا استاذ محمد هو حضرتك عارف داخل عليها بالبوكس كانهم مجرمين وحضرتك عارف هم اختاروا ليه واقالوا ليه. لا ما دي حاجه تانية. لا مش دي حاجه تانية يا دي فندم. حاجه تانية. على انا معاك فيها انا ما اعرفش حتى اللي جابوه بديل ليه يا فندم هم اختاروا ليه وانا كان ده ليه وانا ما اعرفش ما هو على فكره يا فندم هو ده لب المساله. لما جت حكايه الطياره الروسيه ففوجئت ان الوزير زعزوع رجع بالظبط ما تعرفش ليه ما تعرفش ليه قلت طب احنا مشيناه ليه لما بالظبط انا ما اعرفش. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ فوجئت ان هو وزير السياحه. احنا كنا نازلين نعمل تقرير عن افضل شخصيه في عام 2015 كل الناس في التقرير بتقول محلب لدرجه الناس قالت لنا هو انتوا شلتوه ليه؟ لقيتها برضه على استفتاءات كتير في الجرايد يعني شلتوه يعني حاجه من اغرب ما يمكن. طب هو لما الناس كانت بتحب محلب احنا شلناه ليه؟ ما كانت الناس يعني بتطالب بتغيير طب لما الناس مش راضيه عن شريف اسماعيل طب احنا كنا جبناه ليه؟ لو الناس ما بتحبش الناس اللي اتصلت دي وبالمناسبه ممكن تكون في ناس مع وناس ضد انا مش دي عينه عشوائيه مش مختلف انا بسال حضرتك انا بسال حاجه السبب الرئيسي ان ما بتقالش يعني حضرتك لما تم اختيارك انك تقدم برنامج ما مفترض المحطه تقول ان اسباب اختيار الاستاذ محمد دسوقي رشدي انه يتمتع بالسمات الاتيه وان السي في بتاع حضرته بيقول ان هو بمعايير معينه اللي انت قلتيه في الانترو اللي انت قلتيه في الانترو ان كان لازم حد يطلع يقول لنا ده ماشي ليه انا معاكي تماما وطول الوقت شايف حتى احنا مفيش اسهل من بوديوم وثلاث ورقات تطلع تقول انت خدت قرار ليه ده احنا قاعدين نتكهن انا وحضرتك واستاذ احمد واستاذ انور هل هذه هي حركه محافظين ولا الراجل شال بقى خلاص بقت معلومه هي حركه محافظين خلاص ده بعد ايه بقى ما هو بعد ايه ما هو ده اللي احنا بنقوله كيف تدار الامور الحكايه على فكره مش محتاجه انا واحده زعلت مني كتبت عني مقال ان انا قلت الفنكوش يعني الحكايه بتدار برضو بطريقه كاننا في معمل وفي فنكوش هيطلع مش اتفضلي انتقدني لو سمحت لا 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 خالص خالص بقسوة لا خالص خالص بيوصيك أول حاجة اللي انت بتقوليه ده أو اللي سمعناه حتى في الانترو ماشي كلنا بنتفق وده كلنا صحفيين كلنا عايزين المعلومة رغباتنا احنا ايه ودولاب العمل في هذا البلد بيمشي ازاي من عشرات السنين دي قصة تانية كل واحد وليه تقديراته يعني احنا لسه ما نعرفش مين المحافظ الجديد اللي رايح الشرقية عشان نقول فلان افضل او فلان اسوأ انت بتطالبي ان انت يبقى في معايير الاختيار اخترنا فلان ليه ده احنا بنأمله بس لسه يا فندم المحافظين العشر الاثناشر قعدوا مع المهندس شريف اسماعيل انت اللي تقول يا فندم مع المهندس شريف اسماعيل وتم دي الاخبار بقى اللي اتقالت بعد ما تم الهجوم من الاعلام ان ليه اتبانت ان هي الاخبار بتتقال لما بنزنق هو ده حاجه سريه
المحافظين دول هيتبقى هو انا بس انا مش حضرتك ده المعنى انا يعني مشكله القصه ثانيه مشكله الحكومه دي والحكومه اللي قبلها هم يا عيني واضح ما حدش فيهم مقتنع بفكره انه المؤتمر الصحفي ده حاجه حلوه هم بيخافوا من الميديا عم. وعالم مصر بيخافوا من واطلع اقول انا مشيت فلان كذا كذا تقرير القوايه بتقول كذا اداؤه مش كذا دي مساله سهله جدا وعلى فكره التقرير ممكن يكون موجود قدامه على 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 الدرج بس هي الفكره كلها انه لازم الضغط عليه لا ده بلاش انت بقى يتحول ده أستاذ لحاجه من في الندوه التثقيفيه الاخيره اللي كان عملها الرئيس السيسي لما كان بيتكلم عن اداره الازمه وان الاعلام لازم يخلي باله ان في دور الاعلام في مساله تشكيل الوعي وهي المساله انك مش تشيل وتحط وقال يعني في ازمه اسكندريه مثلا وشوفوا انتوا تناولتوها ازاي وخلاص انا ما بدافعش عن حد والمحافظ اتشال انا حسيت كده ان وممكن يكون احساسي غلط مش لازم اكون انا بحس صح يعني كان المحافظ ظلم كان لما يطلع الرئيس السابق عدلي منصور ويقول مثلا الزميل وائل الابراشي وهو احنا كنا شلنا حازم البلاوي عشان ترتاحوا يعني كان ان يعني انت بتريح يعني كان احنا بنشيله وبنحط عشان الاعلام يرتاح بص أو بص يعني انا مش فاهم كيف تدار البلاد انا عشت انا عشت سنتين في بلد فيها اكبر حريه تداول معلومات الاعلام بتجيلك تخمه من كتر المعلومات المتاحه بجد اه طبعا معلومات اه انا عشت في واشنطن سنتين بيجيلك تخمه انت معدتك هتقدر تهضم قد ايه خبيثه برضه خبيثه ده طبيعي بس انت عندك احنا المشكله حتى الاستاذ انور لما قرا العبارات القيمه جدا اللي في الدستور المواد القيمه جدا اللي في الدستور تمام او حتى المداخله القيمه للاستاذه اميمه اللي بتتكلم في حاجات الدستور محتاج يتطبق والكلام ده كله احنا عندنا ازمه في اننا احنا في وضع استثنائي عايزين نلبسه التوب الوضع الطبيعي سواء سياسيين او اداره او حكم لا احنا لسه في وضع استثنائي انت عملت الدستور ده الوضع استثنائي ولا الوضع طبيعي احنا عملناه عشان احنا رايحين لوضع طبيعي اه خلاص بس احنا ما زلنا في مرحله استثنائيه النص يعني الدستوري هنجيبه على جنب لغايه ما نروح الوضع على جنب. الطبيعي لا 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 ما هو النص الدستوري مثلا ان الحريات الخاصه مصونه بالدستور ما هو ده محتاج ايه محتاج تشريع والتشريع النص الدستوري نص عام كويس محتاج تشريع يبين الحالات اللي تتطبق في ده وانت ما كانش عندك مؤسسه تشريعيه اصلا تشتغل على ده طب بقول لك ايه يا استاذ هو الاثنين اللي دار بينهم خلاف زملاء اعزاء وكان لهم احترام شديد الاثنين يعني قال لك اصل ما فيش مؤسسات تحاكمهم وهما الاثنين اعضاء في نقابه الصحفيين مؤسسات ايه هقول لك حاجه بالمناسبه بقى لا ثانيه لا لا ثانيه واحده ثانيه واحده في ايه يا سيد لا انت اثرتي نقطه مهمه قوي والله طب بلاش نتكلم لا لا انت قلتي الاثنين اعضاء في نقابه الصحفيين واحنا كلنا بنتشرف بالانتماء لنقابه الصحفيين ولكن احد الزملاء فيهم كان عنده مشكله قبل كده فلما طلب ان النقابه تتدخل قالوا له انت ده قلت الموضوع ده على حسب كلامه يعني انت قلت الموضوع ده في برنامج تلفزيوني احنا مالناش دعوه في برنامج تلفزيوني فبناء عليه هو في الواقعه دي قال لهم انا قلت الكلام ده في برنامج تلفزيوني ما قلتوش في مقال دي الصوره دي الصوره عندك دلوقتي وضع السياسي ولا النقابه مش راضيه تتدخل عشان في انتخابات بيتم فيها احنا ليه رحنا في فرعيات طب ادينا بقى في الاساسيات الفرعيات دي هل بتعبر عن كل كان مكتوب على فكره لماذا الشيطان يكمن في التفاصيل يا استاذ انور لا التفاصيل دي الشيطان يكمن في التفاصيل يا استاذ انور بص يا حبيبي يا احمد 2015 يعني الكسر والبقايا والحطام والتوهان الحقيقه يعني احنا انجزنا مثلا الدستور والانتخابات الرئاسيه في 2014 حصل صحيح كل ما انجزناه في 2015 هو هذا البرلمان وهحتفظ هتحفظ عن ابداء رايي فيه حد ما يبان الاداء حد ما يبان مش هقول رايي فيه خلاص احتاج اصلا مش هقول رايي فيه لكن خلينا نرجع الى ويبدو ان هي من رجال التعليم وانا بحب رجال التعليم السيده والفاضله اميمه فاحنا بنحييها وبنحيي ايضا المحترم اللي من الاليوبيه وبنحيي كلها اراء واعيه يعني اللي من جنوب سيناء بتاعنا فخوره بيه والله اللي اتحركوا لشان عام وراحوا يدافعوا عن محافظهم بغض النظر عن احنا مع موقفهم او مش معاهم لكن ان الانسان الان يتحرك لشان عام ان تكون عنده حاميه ما راحوش للصمت اللي محمد خاف منه بالظبط يدافع عن شان عام فده مؤشر جيد انا قلت رايي انا كمان في المحافظ لو يتصل ويتكلم كمواطن بقول رايي في شان لو يكلمه بادب واحترام ووقار فتفعيل الدستور والكرامة الاجتماعية والتعليم الحكومي اللي بتكلمت عليه السيدة الفضيلة الأستاذة أميمة يعني ماليش حاجة كتير أقولها لكن هقول حاجة بس في التعليم الحكومي
التعليم الحكومي. كان رئيس الوزراء البريطاني كان اسمه اللي قبل كاميرون كان اسمه ايه؟ الراجل كان بتاع الاقتصاد. الراجل الايتم ده لا بلير. لا اللي بعد بلير جوردن براون. براون جوردن براون كتير. اما جوردن براون كان رئيس وزراء كان الراجل ده دلوقتي هو زعيم المعارضه اللي هو اسمه ايه ديفيد كاميرون. ديفيد كاميرون فعشان يشهد بقى فقالوا فديفيد كاميرون متعلم في مدرسه زي ما زمان كده كانوا عندنا اولاد الاسر الكبيره بيروحوا يتعلموا في فيكتوريا كوليدج مثلا في استراليا اسمها ايتن. وهو اصلا جده السادس يبدو في عرق ملكي من الاسره الملكيه. فقالوا له سئل سؤال انت ازاي هتبقى رئيس وزراء وانت متعلم في ايتن؟ فقال لهم انا اولادي الثلاثه في مدارس حكوميه. لانه جدارتك انك تبقى رئيس وزراء محترم انك تقدم لشعبك تعليما محترما في مدرسته اللي في قريه ولا في نجع ولا في كفر ولا في مدينه ولا في محافظه. وعشان نشهد لك ونصوت لك في الانتخابات انك رئيس وزراء محترم تقدم للناس تعليما محترما ان التعليم الذي يتلقاه ابناؤنا هو التعليم الذي يتلقاه ابناء سيادتك. فقال لهم انا اولادي الثلاثه في مدارس حكوميه. لما جاء واحد ابنه مات الله يرحمه فهو طلع قال بأشكر جوردن براون أن ابني تلقى علاجا كريما ولائقا في مستشفى حكومي بريطاني. في مستشفى حكومي بريطاني. والنموذج البريطاني احنا أقرب له لأن هم البيروقراطية حتى المصرية دي تأسست على أسس بريطانية. فالسيدة أمي ما بتكلم عن التعليم فعلا لو احنا بقى بندير صح وأنا متأكد أنها يمكن أن يصدر بها قرار يلي بتهيجوا الناس بتشعللوا أدمغة الناس وكأبتوا الناس وخلتوا الناس تنصرف عن الإعلام المحترم منه وغير المحترم. إحنا أجندتنا كأمة كدولة في هذه المرحلة إحنا عايزين أفضل الأفكار في التعليم أفضل الأفكار في الصحة أفضل الأفكار في المرافق العامة أفضل الأفكار في مقاومة فساد أفضل إلى آخره. يعني ما هو إحنا أنا عن نفسي أنا أنور الهواري أشهد ثم أشهد ثم أشهد أن الفقراء من شعبنا أصبح يتاح لهم رغيف الخبز بكرامة. وهم اللي بيقولوا علبة الزيت ده واحدة بتقول لي علبة الزيت زي البرفان خلاص بيوصلها الزيت وبيقول لك بنروح التمويل ما أعرفش إيه والبطاقة إيه وما أنا لا عمري حتى لا واحدة قالت لي وزير التموين ده عمري ما شفته باخد كيس المكرونة زي كيس عمري ما شفته دكتور خالد حنا بالحياة شغال لكن لما منظومة واحدة اللي عايز أقوله إيه اللي عايز أقوله إيه أنا بس عايز أعلق على النقطة بس اسمح لي يا أستاذ أنور إن لما بيبقى في نجاح في حاجة مش ممكن ما تشوفوش بالظبط هتشوفه وهتشوفه بوضوح يعني راجل محترم وزير الكهرباء ده اللي اشتغل بجد وبالمناسبة اشتغل بجد هو كان وعلى فكرة هذا الوزير كان ممكن يخاف في لحظة في فكرة تخفيف الدعم لأن هو اشتغل على موضوع الدعم ده بشجاعة وأقدم عليه وما تهزش يعني احنا حتى كنا في أحد اللقاءات مع الرئيس وبعدين قالوا مسألة الشرائح دي بلاش الأولى والثانية علشان الراجل كان ماشي في طريقه وعارف هو عايز ايه ووصل لهدفه ونجح وعمل كل حاجه وهو مش خايف لانه قايل لناس انا هعمل ايه. احنا بقى دلوقتي انا كنت لسه بكلم مصدر حكومي مهم جدا قلت له ممكن تقول لي انتوا موقفكم النهائي ايه جواب نهائي يعني فيما يتعلق بمساله الدعم؟ والله ما حد عارف هم هيعملوا ايه في الدعم يعني انت عندك ارتباطات دوليه ما هي يا جماعه دي جابه دي جابه بقى يا عمو ايوه ما هو احنا يا جماعه احنا مش عايشين وقافلين باب علينا وانت مش رحتي الصندوق النقد ايه علاقه صندوق النقد بالدعم؟ وانت مش طالبه قرض ايه علاقه صندوق النقد؟ احمد يقصد يعني التزامات دوليه يعني نرفع انت طالبه قرض هو هيقعد معاكي اسمعني واحده الشروط بتاعته هو هيقعد معاكي يا استاذي يا استاذي اسمعيني بس عن دعم الكهرباء لا لا انا بتكلم عن انت بتتكلم عن برنامج الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي بتاعك انت بتقولي احنا مش عارفين نرفعه دعم ولا مش هنرفعه دعم لا الرئيس كان موقفه وهو اول رئيس ويحسب له ذلك يا استاذ انور نعم. اقدم على خطوه لم يقدم عليها اي رئيس اخر وكانوا كل الناس بتخوفوا حواليه اوعى تعمل الخطوه دي الاخوان هيستغلوها ما تعملش كده اقدم على مساله تخفيض الدعم الناس تقبلتها الناس تقبلتها وعلى فكره هو ده استاذنا استاذ انور يعني يشهد بمساله ان الاصلاح الاقتصادي يتطلب اجراءات حقيقيه حتى ولو كانت مؤلمه يا استاذ انور لان الفاتوره اصبحت يعني الحكايه بقت صعبه قوي ان تتشال الشيء بس مش موضوعنا الاقتصاد موضوعنا اداره البلاد اتفضل انا مش عايز اخذ الكلام لان عايز اسمع اكتر استاذ محمد واستاذ احمد لكن لو كنا يعني
نوينا كده ان احنا يعني نشق طريقا الى المستقبل يعني، فقليل من الاجراءات ممكن ياتي بكثير من الثمرات. يعني عفو عن بعض او كل المنتسبين الى ثوره 25 يناير، حتى بنحبهم ما بنحبهمش، بنستلطفهم ما بنستلطفهمش، بنستظرفهم ما... لكن دي بطرح افكار يعني ممكن يتقال عليها اه ويتقال عليها لا، لكن البلد محتاجه. شوفي احنا حضرتك لما كلمتيني قلت لي نتكلم في صناعه الامل صح؟ وانا في اول الكلام قلت الامل يصنع بمجهود بتنازلات يعني بهندسه اجتماعيه فاللي عايز اقوله انه اذا لا امل بغير عدل تساس به الناس. فلما واحد وانا اتمنيت حد يرد عليه ما حدش، فمره واحد كتب مقال انه اخذ 3 سنين على تظاهر 3 دقائق عند مجلس الشورى. انا مش محقق يعني ما اعرفش، لكن يعني لا امل بغير عدل يساس به الناس. ونيجي لامورنا العامه، ما احنا الدوله عندها فعلا اعباء وتحديات غير مسبوقه في التاريخ، دي حقيقه. لكن ما هو في النهايه برضو لا امل بغير عقل تدار به الدول. يعني احنا محتاجين نتعقل بعض الامور. يعني ما ينفعش اشوف واحد بقول احنا في احد مواد الدستور ان احنا بنقول نحن فيه الساده، يعني احنا الساده فيها. طبعا انا عارف ظروف الفقر وظروف الاحتياج، لكن احنا وصلنا ان كانت القوه التصويتيه الاكبر في الانتخابات ان هي الناس الفقراء اللي هو محتاج يتلقى في مقابل صوته في مقابل التصويت. وكانت هذه الجريمه تمارس علنا والدوله تلتزم الحياد، ودي اللي على فكره كنت اقصد يا احمد والله مش قصد حاجه وحشه، والدوله تلتزم الحياد. يقول لك اصل احنا ما جالناش خطاب او ما حدش بلغ زي النقابه، اللجنه العليا للانتخابات تقول لك ما حدش بلغ، ما ينفعش، ما حدش عمل بلاغ، يعني ما ينفع. فلا امل بغير عدل يساس به الناس، ولا امل بغير عقل تساس به الدوله. انا بقول لك واعرف زي ما احمد عارفها، انا عارف الدوله المصريه جدا تستطيع ان تسحب الكثير من البثور والدمامل والاشياء فعلا اللي اصبحت غير لطيفه في قرار في 24 ساعه ومن غير ما حد يحس، وما بنقولش حد يختفي ولا حد يتعاقب ولا حد يسالوا ولا يعني انك توزني بس توزين الصوره. فنقدر في 2015 نعمل حاجات كتير. يعني من ضمن الحاجات اللي قالها وانا موافق، واحمد عارف ويمكن محمد عارف، انا مش من المقربين من استاذ هيكل، يعني مش من تلاميذه، مش من باخده كلامه يشرحوه، مش من هذه الدائره القريبه يعني. لكن هو الحقيقه قال مثلا كلام عملي، ما احنا لازم ندخل في كلام عملي. قال ان هو يقصد ان الدائره التي تتخذ القرار في مستوياته العليا محدوده، يعني محدوده. وانا فعلا شرفت مرتين بدعوه في حتى احمد قابلني مره منهم في الاتحاديه، قابلني في الاتحاديه. الدائره محدوده جدا، يعني ما توصلي فوق 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 تجدي دائره محدوده، في حين انا مصر مليانه. وبعدين اقول لك صور الرئيس لوحده ومحدش الحمل تقيل ومحدش بيشيل، لا يعني انا لو جبت وايضا دي فكره ثانيه للحوار مع محمد واحمد. الفكره الاولى عفو عن شباب المنتسبين لثوره 25 يناير ايا ما كانت اخطائهم وايا ما كانت تجاوزاتهم، ونفتح معاهم صفحه جديده وهيضيفوا حاجه للحوار العام، ودفعوا ثمن، يعني دفعوا الحقيقه ثمن. الثانيه انه ما اعرفش استاذ هيكل هيقول ايه بكره، لكن انا تخيلت انه هيقول مثلا نعين 3 نواب لرئيس الجمهوريه ويشيلوا عنه الملفات. في انا شخصيا لو قلت لي ترشح مين ارشح لك، عندي ناس عشان بس مش عايزين زي مين زي مين انا مهتم اعرف زي مين. اسمعني بس من غير يعني ممكن تترشح 30 زيهم. لا لا انا فعلا مهتم اعرف حضرتك هتقول زي مين. انا عندي التعيينات، يعني انا عندي اداره، عندي محتاج اداره جيده للشان العربي، وانا كان عندي وزير خارجيه ناجح وامين عام للجامعه العربيه ومرشح سابق لرئاسه الجمهوريه يستطيع ان يضيف، ودبلوماسي مصري محترف واصيل ومقبول يقدر يضيف. في الشؤون مثلا الخارجيه، وده ممكن يكون دلوقتي صادم لبعض الناس كثيرين، وانا اعرف يعني رجل ذو معرفه ومطلع اعرف يعني، لكن اعرف انه مفيد، لكن ممكن نجيب نائب لرئيس الجمهوريه لشؤون الخارجيه، هو سبق ان شغل هذا المنصب. يعني اخر منصب تولاه كان نائب رئيس جمهوريه مصر العربيه لشؤون الخارجيه، وده يقدر يحل لك مشاكل كثير مع اوروبا وامريكا. يعني مين؟
هو مش هيحل مشاكل، هو قابل مشاكل ايا ما يكن، هو مش هيحل مشاكل ايا ما كان. انا بطرح، احنا بنطرح افكار، وبعدين الفكره في ثقه الناس في الاسم ده تحديدا. لا انا مش، لا انا مش، احنا بنطرح افكار. دكتور محمد البردي، يا ده انا نسيت المنصب اللي كان مسكوه اصلا، ثقه الناس ده انا نسيت اللي كان مسكوه المنصب اللي كان. بس هي الفكره، بس هي هو برضك ايضا احاول احضرك على حاجه، وانا ياما غلطت يعني، سبق وان اسات للدكتور البردي. ده ليه تدوينه النهارده عامله؟ انا كنت قليل المعرفه. شفت تدوينه النهارده؟ انت عارف لما قعدت مع اصدقائه وتلاميذه وابناء جيله من الخارجيه المصريه اللي احنا نحترمهم ونقدرهم ونعتبرهم وطنيين كده، لم يحدث ان واحد ذكره بسوء، وانا كنت بفاجئ بدي، حتى كنت بغلط نفسي. واضح ان ده كان من الماضي، يعني واضح ان ده كان في الماضي. لا لا اصل هو ملوش تلاميذ في الماضي، واضح كان في الماضي الكلام ده، في الماضي اجياله. الدكتور محمد، بس تصحيح، الدكتور محمد البرادعي ترك وزاره الخارجيه وهو سكرتير اول. زملائه اللي اشتغلوا معاه، ترك وزاره، انا كمان ترك وزاره الخارجيه وهو سكرتير اول، من شهادات وكالس الطاقه الذريه، مش بترشيح مصري. ما انت بص يا احمد، ما احنا ممكن نعمل عليه تصويت ونرفضه دلوقتي، مش مشكله. لا لا، هي القضيه من شهادات حمدي انديل وعبد الرحمن. خليني اسال السؤال يا استاذ انور، هو حضرتك عايز من يتحمل كل الهموم والمصايب ويحط نفسه في كل البلاوي يعني ويدفع فاتوره كبيره، كمان اراد ان يحتفظ بنفسه كزعامة روحيه ويخرج بره؟ ما انا بقول لك معلش معلش يا استاذ انور، بصي انا هقول لك، اذا كان هو بجادل على فكره، انا مش بجادل، انا بطرحها، انا بطرحها للحوار. وعلى فكره هذا السؤال انا بقوله وانا بطرحه على حضرتك لا يحمل ادانه لاحد، ولا بس اصل في حد دفع اكتر من حد يحمل ما لا يطيق. سهل، لا مش دفع، هقول لحضرتك انا حليت، انا حليت، وكيف يتعدى لمن لم يستطيع اداره الجبهه الوطنيه، لم يتحمل المسؤوليه في لحظه الجاز، لم يتحمل. لا ده واحد كان في موقع نائب رئيس جمهورية وبلد في لحظة مصيرية، السلام عليكم، وهرب. طب انا هقول لك حاجة، الغي الدكتور البلدي، ارجع بقى لعمرو موسى. عمرو موسى عليه اعتراض، كان في موقع المسؤولية، عمرو موسى مش عليه اعتراض، لكن فكرة هل اختيار شخص عمرو موسى في التوقيت ده هيوحد صف ولا شق صف، ولا هنسمع بقى الكلام اللي سمعناه مع فايزة ابو النجا؟ دي اسماء تسير. لا نطرح اي حد. بص انا تخيلي الفكره من غير اسامي. بص انا بتكلم على يا محمد ما اثير وقت التعيين. لا انا على فكره، بس اسمح لي، انا اسفه، بس هعمل حاجه وارجو ان هي ظهرت الحمد لله الشهر اللي فات. لا لا بس خليني اقول حاجه بس، إيه؟ وارجو ان انا ما اضرش الحوار، لان انا طرحت الفكره دي واستاذ احمد يشاركني في المساله. يعني مستشاره الامن القومي في اي مكان هي تتحدث للراي العام، يعني سوزان رايس بتطلع وبتعمل حوارات وبتشرح للراي العام. في ازمه سد النهضه، وانا اكن انا بحبها جدا السيده فايزه ابو النجا، السيده فايزه ابو النجا عاده لا خليني بس تتحدث يا استاذي، من ايام التعاون الدولي يا استاذي الفاضل. الحديث للاعلام هنا مش للشو الاعلامي، ولا بحبه ولا بكره، هذه مهمه، اخبار واعلام الراي العام. احنا معانا وقت قد ايه؟ بس احنا معانا وقت قد ايه؟ بس اقول بس النقطه دي مهمه، واجب وطني ان انا اتحدث. اما تبقى اثيوبيا بتتطول علينا، اما بقى انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل في ملف اثيوبيا وهي تتولى هذا الملف اللي هو صميم الامن القومي المصري، انا محتاجه استمع. امال هي مستشاره مين اللي بيفهم مستشار الرئيس الا تتحدثوا للراي العام؟ مين يقول للمستشار الرئيس؟ محمد حافظ اسماعيل ما كانش بيطلع يتكلم للراي العام. انا ما بتحدث، هو كان مستشار يا ده، انا قلت استعين بيك عشان انت راجل. لا لا بس انت راجل عايش في المجتمع الاجنبي يا استاذ، انت صاحب الموضوع. فايزه ابو النجا والسد ما اقدرش، انا بس لا اذا سمحت لي بس ما اتحدث عنه، ان احنا طالما جبنا المفهوم بالمفهوم نجيبه بالخبره. احنا في 2015 عاوز حد يتكلم مع الاعلام. انا عاوز الاسم الثالث بالظبط، الاسم الثالث. احنا رشحنا السيد عمرو موسى نائبا، وهنسقط لك الثاني عشان تقول اثنين. يلا قول اثنين تاني. رئيس الجمهوريه للشؤون العربيه الدكتور محمد البرادعي للشؤون الخارجيه. خلاص يا سيدي اسقطناه، قول اثنين تاني. مع امريكا والغرب. بنام اسقطك كفايه كده عشان ما اسقطش. لا لا عاوزين الثالث ارجوك، قطعت عليه. لا الثالث بقى، يبقى كده انا قطعت عليه. ف الأمور الداخلية محتاجة حد مهندس، ومحتاجة حد يعني بتاع دولة، وأنا أظن إن الفريق أحمد شفيق يصلح. إيه القنابل اللي تدهن على الهواء دي؟ رئيس جمهورية. أنا اتصدمت فعلا للشؤون الإدارية. بالعكس أنا اتصدمت الحقيقة. طب قول لي ليه؟ لأنه أداء أحمد شفيق من بعد انتخابات الرئاسة مش أداء رجل دولة على الإطلاق، بالعكس اداء شخص طول الوقت يتحكم فيه هواه، كل تصريحاته وكل كلامه. وهرجع اقول حركة تاني، شخص فشل في اداره حزب
كيف يأتمن على إدارة الدولة؟ لا هو بيتحدث عنه عن خطوطه الإدارية كمدير. طب كمل يا محمد، كمل محمد قرر يقول أنا. اتفضل يا أحمد، اتفضل يا أحمد. فيما يخص الجزئية بتاعة الفريق أحمد شفيق أو السيد عمرو موسى أو حتى الدكتور محمد البراتي، أنا ما أعرفش أصلا الدستور بينص إن عندنا نائب ولا ما فيش نائب يعني. بس ولو على فرض بتقالي مفيش الدستور، مفيش. احنا ده كله بنعمله. بس انا هاخد ثلاث اسماء دول واروح للحل. لو روحنا للحل من وجهه نظري شايفه بقى 2016 عامل امل. تقديري ان الفكره في الاساس عند الاستاذ انور جايه من منطق توزيع اثقال الحكم. لا صحيح. كويس. طيب توزيع اثقال الحكم مش على اشخاص، توزيع اثقال الحكم على مؤسسات. برافو عليك. تمام مظبوط. كويس جدا صحيح. مع كامل الاحترام والتقدير، انا كنت الناس قايمه بثوره على حسني مبارك علشان الدوله عجوزه وشاخت. خلاص مع كامل الاحترام والتقدير استاذ عمرو موسى 80 بتهيألي دلوقتي، فريق احمد شفيق 78 او 79 سنه، دكتور محمد برادعي مش هقول رايي فيه اصلا معلش. انا مش عاوز اتكلم مع كامل الاحترام. لا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. لا الفكره اللي بقولها فكره مهمه. لا المؤسسات كمان. ساعه 25 يناير كان عندك رئيس جمهوريه 82 سنه، رئيس مجلس شعبي 80 سنه، رئيس حزب وطني 80 سنه، ووزير خارجيه وهو ابي الروح يعني سيد احمد ابو الغيط كان حوالي 69 سنه او 68 سنه وقتها، رئيس مخابرات عامة المرحوم اللي هو عمر سليمان كان 74 سنة، كان باين على البلد ان البلد شاخت. مش هنعيد الفكرة دي تاني، ده رقم واحد. نمرة اتنين، احنا زي ما قلنا اللي معرفش اصلا فكرة ان نائب رئيس دي اساسا موجودة ولا لا في الدستور، غير ان المقصود بتوزيع اثقال المسؤولية مش على اشخاص لكن على المؤسسات. المؤسسات تبدأ تقوم بدورها يعني. صحيح. مؤكد ان البرلمان صحيح. لما هيبدأ يشوف شغله لازم يبقى فيه توزيع اثقال. طب اسمحوا لي هنا بس اطرح فكرة مهمة في الحوار. انا بس عايز بس اسمح لي اصلا اكمل فكرة حضرتك يا استاذ احمد. وانا هعلق على الصورة دي رغم ان انا ما كنتش ناوي اعلق عليها، لكن انا هعلق عليها بقى بما ان احنا فاتحين الحوار بصراحة. لا بما اننا فاتحين الحوار بصراحة، ما كان يحزنني كثيرا ان حينما كان يظهر الرئيس في بعض الجولات الخارجية كان اللي بيتصدر الصوره مع الرئيس هو رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. ليه بيحزنك؟ لان القوات المسلحه احنا محملينها اكتر من طاقتها. فين الجهاز التنفيذي للرئيس؟ فين الحكومه اللي مفروض تساند الرئيس؟ الرئيس هو رايح يفتتح مشروعات قوميه، يشوف كوارث في اسكندريه، يشوف كوارث في البحيره، اللي مفروض يبقى مع الرئيس هو الجهاز التنفيذي للرئيس. الرئيس هو رئيس السلطه التنفيذيه، مش كده ولا ايه يا استاذنا؟ وفقا للدستور. فانا عايزه الحكومه، عايزه وزراء الحكومه. هذا الرجل لما نقول انه لا يعمل وحده يبقى هو لا يعمل وحده، لان مفيش حكومه معاه، مفيش جهاز تنفيذي معاه. القوات المسلحه ما تقوم به، وانا هستخدم التعبير وربما يزعل مني البعض، ما تقوم به القوات المسلحه، الناس كلها بتقول ان هو واجب ودي قواتنا المسلحه دايما بتقوم بهذا، ما تقوم به القوات المسلحه وتفضل من القوات المسلحه، لان القوات المسلحه واجبها الاساسي هو حمايه الامن القومي المصري. بس حينما تقوم مؤسسه مؤسسه دوله يا استاذ الفاضل، مؤسسه مؤسسه القوات، نرجع لدورها الاساسي اللي بتقوم بيه. هي لا مهمتها تروح تصلح لك معهد القلب مع كامل الاحترام، ولا مهمتها ان يروح تشوف لك مشكله السيول اللي عندك، لان الجهاز التنفيذي عندك ما عندوش القدره ان انت تقول له صلحه لي في 3 اسابيع هيصلحه. لا مفيش جهاز تنفيذي يا استاذ الفاضل، هو ما عندوش القدره دي. من رئيس الجهاز التنفيذي احمد، من الرئيس الاعلى للجهاز التنفيذي السيد الرئيس. طيب ما هو ادى الاوردر الجهة اللي تقدر تنفذ. طب والجهة التانية تعمل ايه؟ طب الموضوع ده تقوم بقى في الدستور الحال لوحده. بس انا عاوز اكمل على حكاية الدولة الشاخت. في بداية التسعينات كان نفس الوضع اللي احنا فيه ده كان موجود في الهند تقريبا، ومجلة من المجلات بتعاون مع الحكومة خدت مبادرة كده مع نفسها وعملوا مبادرة اسمها ليد انديا، في اعادة تجديد النخبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية في الهند. واعتقد ان الكلام ده بقى 92 93 والان وصلت الهند الى ما وصلت اليه. انا بس التحفظ على الثلاث اسماء كمان ان احنا على فكره مش دي المقصوده. انا فاهم والله. بص يا حبيبي احمد، استاذ انور بيتكلم في فكره التوزيع، مش دي الفكره المقصوده. الفكره بصراحه ان نخلق او نفتح بابا لسلام اجتماعي. يعني انا اكلمك بامانه، هو كده سلام اجتماعي قطعا. اسمعني لا لا مش المقصود الوظيفه، انا بطرح اسامي على فكره. اصل انا كنت عايز اكمل اول حاجه تاني، انا كنت عايز اكمل اول حاجه تاني. انا فاهم قصد حضرتك، المؤكد هم مش عايزين وظائف، لكن
مش هي الحاجة تانية الحقيقة. زي ما أنا قلت شباب الثورة ما أنا لسه هقول حاجة صادمة ثالثة، حاجة تقول مصالحة يعني، أنا مش عايز أستخدم الترمونولوجي اللي عليه تعليقات، زي ما قلت شباب الثورة نعفو عنهم وندمجهم ونحتويهم بما لهم وما عليهم. قلت يعني الفكرة التانية الحقيقة اللي كنت عايز أقولها إنه أنا بشوف في كفاءات كثيرة في البلد جوه وبره ومن كافة الأجيال، ومحتاجين إن إحنا نحشدهم. يعني لو أنت شفت يا محمد بتاع أحمد الإيكونومست تأسست سنة 1843 فدايما أخذ الشعار بتاعها ده منهج متأثر قبل الإيكونومست بأخذ الشعار بتاعها منهج، هي ما تعرفيش تقريها لازم تلبسي 50 نظارة عشان تعرف تقريها، فكتب كده الإيكونومست استابلشت ما أعرفش 1843 تعرف ليه؟ عشان اليوكي كان ساعتها الجريت يوكي كانت الجريت إمباير إن هم يحشدوا كل العقلاء وكل الحكماء وكل الأذكياء وكل من عنده بصر وبصيرة عشان تسبرس نمنع الأغبياء وأصحاب الأغراض وأصحاب كذا وكذا إن هم اللي يقودوا بريطانيا يعني فهي الفكرة كده الحقيقة يعني. بس في حكماء غير دول يعني. ما لا لا في حكماء غير دول الحوار مش يعني الحكماء اللي من النوع دول أعتقد هم يسيروا نوع من أنواع البلبلة والضغينة والخناق. لا مش دولت على فكرة يا أحمد، يا محمد إحنا حبيبي. عايشين يا محمد في زمن يسيطر عليه سياسيا في النخبة. لا مش هي دي الفكرة، لا لا عملت الأسهم، لا مش هي دي الفكرة الحقيقة. الحقيقة أنا لسه برضه هقول حاجة صادمة بس قصد إنها نعناشة الحوار مش أرجوك كفاية بقى القصد نعناشة هو الوقت خلص يعني القصد نعناشة الحوار لكن أنا عايز أقول إيه عايز أقول إيه عايز أقول إيه أحيانا أنت مطلوب منك الدولة إذ كان هي تمارس يعني إيه يعني سعة صدر ومروءة وكبارة الأخ الكبير. يعني أنا أحب أنا والله شخصيا أنا بقول لك شخصيا ثم شخصيا أحب إن إحنا نعمل التئام لمجتمعنا نحن نحن يعني نلم أي حد قادر على أن يعطي. يعني أنا متأكد بغض النظر عن موقفه أنا متأكد ثم متأكد ثم متأكد أن عمرو موسى يستطيع السيد عمرو موسى يستطيع أن يخدم في ملفات كثير لو استدعي طبعا. وأن شفيق يستطيع أن يخدم في ملفات لو استدعي أو لو طلب منه وأن البردعي لو استدعي ناس كثير الحقيقة مصر يعني. لكن اللي عايز أقوله بس دي لعناشة الحوار أو إزاي قال أحمد بصياغة حلوة إنه توزيع الأعباء على المؤسسات دين الصدر توزيع الأعباء على المؤسسات مع إنه رجع أحمد تاني وقال لك الرئيس ما بالإيش المؤسسة واحدة جاهزة اللي هي الجيش فبيقول لا أنا بفكر معاه فبيقول على الواقع بفكر معاه هقول لكم فكرة تاني دين الصدمة الأخيرة هقول لكم صدمة تاني الصدمة الأخيرة واحد وأرجوك بقى افتح لنا ساعة عشان الصدمة دي لا هندي استأذنوا لنا في الهواء يا جماعة هندي كمان صدمة عشان يعني نعمل تعرف ايه المجتمع انا نفسي في يوم من الايام وزاره الشؤون الاجتماعيه دي نسميها وزاره المجتمع بس كلمه الشؤون الاجتماعيه دي بتحرفها عن معناها ما اعرفش ليه يعني نسميها وزاره المجتمع ونحط عينينا على كل حاجه ممكن ندفع ثمنها بكره. بالمصادفه كده يا احمد كنت بقلب كده في حاجات فوصلت لحاجه اسمها ديستني ستاديز دراسات المصير ولقيتهم هناك في الغرب شغالين عليها كتير. فمثلا يخليك تنصحي مثلا لو انت سيادتك عايز تخلف اقول لك يا احمد ما تخلف بناء على الاريته ده اقول لك يا احمد ما تخلفش هتقول لي اقول لك ابنك ده هيعيش ل 70 مثلا 80 سنه وبعد ما اعرفش 50 سنه هم عاملين الدراسه الكون